السلام عليكم المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحه والعافيه. لنتم للناس الناس عليكم، كنتمنى الميمات الخوت الخواتات ما تنساونيش من اللايكات ديالكم ودوروا التعاليق والبارطاج الى جات على خاطركم. وغنطلب منكم واحد الطلب لاول مره، غنطلب منكم الطلب، كنتمنى تفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخير، وكل واحد يخلي الراي ديالو في هذا الموضوع. ضروري بغيت الراي ديالكم في هذا الموضوع، كل واحد يخلي تعليق، اي واحد تفرج في هذا الفيديو يخلي الراي ديالو. كما كتعرفوا عليا المشاهدين الاعزاء، انا كنقول لكم عندي كحله كحله بيضه بيضه، ما عنديش مع الوسط، كحله كحله بيضه بيضه. شفت حوايج اللي ما عجبونيش في هذا اليوتيوب صراحه. بعض القنوات اللي هما معنا في المجموعه، مع كامل احتراماتي ليهم، خرجوا قال لك خاصنا نعاونوا الهيطوكيه نويعره، خاصنا نعاونوها نجمعوا ليها انها طايحه في شي مشكل وانها متضامنه معاها. انا ما متفقش في هذه القضيه. اول حاجه، حنا قنوات الانتقاد ماشي قنوات الاحسان العمومي. ثاني حاجه، نويعره ما محتاجاش نجمعوا ليها، ما محتاجاش نويعره ان حنا نمشيو نجمعوا ليها. السيده بدارها طوموبيلتها بالبروجي ديالها بالكراج ديالها بذهبها جوج ديال القنوات، وهما راه عارفين وحنا كامل الناس اللي داير اليوتيوب راه عارف المداخل ديال اليوتيوب شحال. السيده قناة تقريبا نص مليون، تقريبا المليون، عندها جوج ديال القنوات، بنتها عندها جوج ديال القنوات، الفيديوهات ما كينزلوش على 100 200 كا، وما عارفين المداخل ديال اليوتيوب شحال. ماشي واحد يغرق شيكات ويغرق مشاكل نوضو حنا نسعاو ليه. علاش ما سعيتوش لينا حنا اللي شباب، حنا اللي باقا كنقراو وهازين والدينا؟ ما عمري ما شفت شي قناه قالت عاونوا هاد الشباب اللي باقا كيقراو، ولا عاونوا هذا اللي خدام على ميمته وعلى والديه، ومشيو حنا نجمعوا الوحده اللي ما كتخلص كرا، ما عندها ولادها كيقراو في المدارس خصوصيه، عندها الكراج ديالها، الذهب ديالها، الطوموبيل ديالها، الدار من الفوق للتحت، ونوضو حنا نعاونوها. اول مره غادي نكون متفق مع الروبانه، غادي نسميها في هذه القضيه. انا ما متفقش معاها في الموضوع ديال سعاد وسميره انك تضرب فيهم، انا ما متفقش معاها، ولكن اول مره غنتفق مع الروبانه لانها قالت كلمه الحق. ما خاصناش نديروا السين ديال اصحاب القنوات. كاين الناس اللي محتاجين، الناس اللي كيديروا الدياليز، الناس اللي مرض، الناس اللي دار الايتام، دار العجزه، هادو هما اللي محتاجين اننا نجمعوا ليهم، ماشي اصحاب القنوات الكبار. ماشي غير حيت واحد ما بقاش مع واحد الطرف ولا هادي نوض انا ندير ليه السينيه. نسيتو ملي كانت نويعيره مشات عند بوكريشه وكتدعم فيه ضد في سعاد، ملي كانت سعاد كتبكي، ملي كانت سعاد كتبكي ومنهاره وهيطوكيه مغشيه عند بوكريشه وكتدعم فيه وكتقول لك كلنا بوكريشه. ماشي حيت وقع عليها مشكل مع الروباله غنوض انا ندير. لا سمحوا لي المشاهدين العزاز، انا ما متفقش في هادي وما عجبنيش الحال، نكذب عليكم، لان الهيطوكيه ماشي شي وحده اللي محتاجه، ماشي شي وحده اللي محتاجه. واش عندها شي عمليه مستعجله؟ واش واحد غادي يغرقها شيكات ولا غادي يدخل باش يدير البروجي ديالو نوض انا نجمع ليه اولا المشاهدين يجمعوا ليه؟ المشاهدين تما ربي اللي عالم بهم. المشاهدين يكفي عاونونا باللايكات ديالهم وبالمشاهده ديالهم، راه خير هذا. علاش ما كتكونش هاد المبادره نجمعوا لواحد الشاب اللي يلاه بادي مثلا، ولا واحد اللي خدام على مهمته، ولا واحد اللي مريضه بالقلب ولا شي حاجه؟ حنا ما كنقولوش داكشي اللي دارنا، ولكن هاد النقطه بالضبط ضرتني انا، ماشي غيره ولا السم، اقسم بالله ما غيره ولا السم ولا شي حاجه، ولكن ما عجبنيش الحال ان نديروا السينيه لصحاب القنوات. لا حق غير هذا، ما بقاش هكا نضطر نجمع لي انا ندير لي السينيه، وانا ما متفقش مع هذه القضيه ابدا، واللي بغى يتقلق مني يتقلق. السيده بدابا تمشي تبيع الكراج ديالها، السينيه كنقولوا الناس عاونوا الناس اللي محتاجين فعلا، اي واخا الناس اللي محتاجين فعلا عمليه مستعجله، اولا السيد كيدير الدياليز، اولا عنده شي شي واحد داوي الاحتياجات الخاصه، هذوك نعاونهم. ماشي وحده ضربات وحده طفله كتقول لها كتنمر عليها شكون بواك يلا قيطه هذه، الا حق طايحه في مشكل نعاونوها. ولد عمتها ولا ما عرفتش شكون حاط الشيكات ولا ما عرفتش ديال النظام نخلصهم من الكريديت الدوله. هذا راه الضحك على المتابعين، هادو هذا هو الضحك على المتتبعين. مع كامل احتراماتي للجميع، انا كنضرب صفه عامه، انا في هذا الفيديو كنضرب صفه عامه. والروبالي عجبتني في واحد القضيه، قالت لهم ما نديروش السينيه لصحاب القنوات وهي ضد الصواني. واه واش واحد السيده كتدخل مبالغ ماليه كبيره، وراه صحاب الناس اللي داير اليوتيوب عارفين المداخل ديال القنوات الكبار، راهم عارف المداخل ديالهم شحال كيشدوا في الشهر، وعندها جوج ديال القنوات، كون على قناه وحده، وحده راه قريبه للمليون، الثانيه اخرى المشاهدات فيها مفرقع انت هي، تسلف من عند بنتها. ياك بنتها عندها جوج ديال القنوات كبار، بنتها ما كتنزلش تاهي على واحد 200 كا 300 كا، راه عارف انت شحال كتدخل في الشهر، 10 المليون ولا شحال في الشهر،
وتسلف من عند بنت هاد السيده ملي ما قادش على شي حاجه ما تدخلش ليها. ماشي انا غنمشي ندير بروجي ايوا انا مشاري خاصني واحد الفيلا خاصني واحد 100 مليون المشاهدين يجمعوا لي راني غارق حتى الودنين انا راني غارق جمعوا لي واحد 200 مليون ولا 100 مليون حق عندي مشكل ما الا ما درتش غنمشي للحبس. والسيده بذهبها كل ذهبات وقالت لك لا بعد الذهب ديالي واش نسيتهم اللي كانت هي كتضرب في السعاد وكتضرب في سميره وكتمشي كتدعم بكريشه غادا عنده ديك الساعه عز الازمه والمشاكل ديال السعاد وهي مخشية عند بكريشه وكتدعم فيه. انا ما غاديش نوض انا اليوم ضد حق بني كنهضر على راسي انا ما غنوضش انا اليوم ضد في الروباله غادي نقول لا الروباله انا نتفق معها في هذه القضيه مليون في المئه واول مره غنتفق مع الروباله في هذه القضيه الا ما كاينش الصواني صحاب القنوات وسيرتو الهيئه التركيه اللي دار الذنب يستاهل العقوبه. هي الهيئه التركيه داك النهار قالت لي ملي دار لي ديزلايك انا بغيت ليه السرطان ناض سمحنا لي عاوتاني ناض عاوتاني درت فيديو مدوشه الراجله في الدوش مدوشه الراجله عريان كدير فضيحه قالنا ماشي مشكل ناتي ديما كتخطوي تخلق الجدل وكتسعى وسعايا من الاخر سلعه سعايا تريكه سعايا ولفت سعايا ولفت الطلبه ملي قالت مابقات كتدخل لها واحد المبالغ ماليه والحوالات الماليه مابقاش كيجيوها السيده طامعه في طامعه بزاف اقسم بالله هي اللي صيفطت اي واحد صيفط للنويعيره اما دايزالي صدقه ديالو اقسم بالله العلي العظيم اي واحد صيفط لها شي ريال ما دايزاليه لان ما محتاجه السيده برزقها. ما فهمتش انا الصراحه اول مره ما غنتفقش مع بعض القنوات اللي معانا مع هذه القضيه كنتفقوا في شي مواضيع ولكن الموضوع انا الراي ديالي هو هذا ما متفقش معاهم في هذه مع كامل احتراماتي ليهم. فهمت انا علاش خداو هذه الخطوه ولكن كل واحد كيبقى حر في قناته وكل واحد القرارات ديالو راه عارفهم. اني انا نمشي نضامن واحد الشخص اللي هو ما محتاج ما والو ندعمو حقا نتعاونوا ليه نجمعوا ليه حقا عنده مشكل يكون عنده مشكل ولا يركب شي فك المشاكل ديالو نهار الاول ما يدخلش هاد المشاكل وعارفين كل شي واحد اللي هو محتاج فيه غير كما كنقول لكم شي واحد اللي قناته صغيره شي واحد اللي الله بادي ما عندوش مسكين ولكن السيده بخيرها عباد الله بطوموبيلتها بدارها بكراجها بذهبها بكل شيء ليها وتبيع لك شي كراج دايره هري عندها الذهب ديالها يعني عندها بناتها يسلفوها بناتها عندهم قنوات راه كيدخلوا الزباب ديال الفلوس اللي كيضلوا الشكا والبكا. ولكن اليوتيوب ما فهمت انا اقسم بالله اليوتيوب فيه النفاق بزاف. انا في اخباركم النهار الاول ما كنتش عارف اليوتيوب داير بحال هكا والله ما كنت عارف اليوتيوب داير بحال هكا داخلي بحسن النيه ولكن كنتفاجئ بزاف حدي غادي في اليوتيوب وانا كنتصدم كنشوف شي حوايج نعاونوا اللي ما خاصوش اللي ما خاصوش اللي عنده نعاونوه اللي ما عندوش ما نعاونوش سيرتو المحسنات اللي كيصيفطوا لهاد الناس انا ما فهمتش كتلقى شي واحد ما عنده عائلته من هاد المحسنات اللي كيصيفطوا عائلته في المغرب اي واحد فينا راه عنده شي واحد في عائلته مخصوص اولا نديروا مبادره نجمعوا لدار الايتام نديروا مبادره نجمعوا لدار العزازه نديروا مبادره حنا كاملين نجمعوا الخيريات هادي انا متفق معاكم الا درتو انا واحد منكم ولكن باش نجمع انا الوحده كتدخل 10 مليون مع صحه كتدخل بها في الشهر لا 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 او هادشي هادشي انا ما عجبنيش الصراحه وهذا هو الراي ديالي وكنتمنى المشاهدين يخليوا الراي ديالهم في التعاليق لان هادشي ما عجبنيش بزاف ونيرفاني بزاف وتحياتي لكم المشاهدين.